نقول صباح الفل والياسمين وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. السابعة صباحا و23 دقيقة وقيد باش نتصفحوا جرائد اليوم في قراءة خاصة لأبو نور وتقديم أمل الجندوبي. جرائد اليوم. صباح النور مرة أخرى. ونبدأ جرائد اليوم بجريدة لابريس. علقت على ارتفاع حالات العدوى بكوفيد 19 في بلادنا مع حالات وفيات بتزايد حالات الوفيات، وتساءلت هل يمكن تجنب السيناريوهات الأسوأ، خصوصا بعد تأكيد مدير معهد باستور الدكتور الهاشمي الوزير على أن الحظر الصحي الشامل ليس خطا أحمر. أي قال هذا التصريح، وقال أيضا تصريح آخر معناه يقول مش وصلنا للمرحلة الوبائية الرابعة، وبالتالي لهنا ما عادش قال لاخر نقدروا نضيعوا فرصة حماية أنفسنا. احنا في المرحلة الوبائية الرابعة، المرحلة هذه ما يميزها، تقول لي شو معناها المرحلة الوبائية الرابعة؟ طاقة الاستيعاب متاع المستشفيات والمساحات حتى الخاصة ما عادش تتحمل وما عادش نجم تقبل مرض. والمرض يعني وصلنا 100% في طاقة الاستيعاب تقريبا في المرحلة الوبائية الرابعة، أنه نوصل الانتشار يكون سريع جدا. ما قاعد يقع الآن المعدل بين 2000 و 3000 يومياً الحالات، معدل الوفيات يحاوص في 50 بين 50 و 60 يومياً، وطاقة الاستيعاب متاع المستشفيات ما عادش نجموا نداويو المرضى هذوما، فباش يموتوا يا في ديارهم ولطف عليهم ساعة، وإن شاء الله ربي يعطي صحة البدن وطول العمر للناس الكل. فأو في الشارع إن شاء الله ربي يلطف بعيد. فالخطر معناها محدق بالناس الكل، واللي عندنا بقالنا هو الشدة في ربي والعمل عليه والدعاء إليه والمحافظة على سلامتنا. جريدة لوتون تابعت الإضراب العام الذي سجلته ولاية قفصة أمس بدعوة من عديد المنظمات الوطنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حركة احتجاجية تعبر عن نضال الحوض المنجمي ضد النسيان. جريدة المغرب توقفت عند تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بشأن مبادرة الحوار الوطني التي لن تشهد مشاركة ائتلاف الكرامة والدستور الحر. الصحافة اليوم فتحت ملف الشعبوية مؤكدة أنها أشد الأسلحة فتكا على الديمقراطية، متسائلة هل نستفيد من الدرس الأمريكي؟ جريدة الشروق بدورها أكدت أن الشعبوية تهدم التجربة الديمقراطية في ظل تراجع الأحزاب. كما نقلت الصحيفة انزعاج أهالي بنزرت من الجسر الذي تعددت أعطابه، وتحدثت الشروق أيضا عما أسمته رسائل سرية وجهها وزير الداخلية المقال إلى 40 ضابطا وقياديا أمنيا قد تكون السبب في الإطاحة به. جريدة الصباح وفي السياق ذاته قالت إن الداخلية في قلب التجاذبات والعملية السياسية على امتداد 10 سنوات من الانتقال الديمقراطي. من جهة أخرى نقلت الصباح أهم ما جاء في حديث لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة البشير العكرمي لمجلة المفكر القانونية، وتأكيده بتعرضه لضغوطات سياسية وهرسلة من وزير العدل، نافيا وجود ملف جهاز سري وموضحا علاقته بحركة النهضة. لو كوتيديان قالت إن المشيشي أقال 3 وزراء خلال 4 أشهر، متسائلة فمن سيكون القادم على قائمة الإقالات. في انتظار بطبيعة الحال التحوير الوزاري، فما يتحدثوا على 7 وزراء موجودين، قائمة أولية ب7 وزراء إلى جانب 3 إلى جانب 3 اللي أقالهم لربما ينقص منهم واحد ينقص لوزير الداخلية يخرج من قائمة 7 هذوما، مش يبقاو 6 أخرين على أقل تقدير حسب كواليس المتابعين للشأن السياسي وحسب أيضا الحزام والوسادة اللي موجودة حول المشيش. جريدة المجهر لاحظت أن التحوير الوزاري جاهز وقد يتم الإعلان عنه اليوم.
المجهر التقت أحمد شفتر أحد الداعمين لمشروع الشعب يريد، الذي أكد الرغبة في بناء نظام حكم جديد بعيد عن النظام الرئاسي والنظام البرلماني. جريدة الأنوار اللي باش نختموا بها نقرأ على صفحاتها: بين القصبة وقرطاج الصراع يشتد والأحزاب تتحول إلى فيراج. توريد 54 ألف عربة في 2021، منها 10 ألف سيارة شعبية. أزمة العطش تتفاقم، فساد ولوبيات تدفع للخوصصة. مافيا الفريب ترتع والحكومة تتفرج. بعد غزوة الكونغرس فوضى الربيع العربي تصيب أمريكا. هذوما عناوين جريدة الأنوار. كمان جريد باش نرجع على حاجة في خصوص القنطرة متاع بنزرت. حسب المختصين والملاحظين يقولوا أن العمر الافتراضي لها العمر تجاوزت قنطرة هذية، كيف تعاملت يقولوا لها راي تعيش 20 ولا 30 ولا 40 سنة وبعد يزمنا نبدل. فحتى في العقد اللي عاملينه مع شركة التأمين طلبوا شركة التأمين وثيقة أنه صارت تبديلها ولا تجديدها. عملوا عملية التجديد هذية لتجديد العقد مع شركة التأمين، ولكن حان الوقت الآن أنه هالقنطرة هذية تتبدل. يزمها تتبدل لأنه فما خطر محدق، والأعطاب هذه المتتالية تأكد الكلام هذايا متاع بعض المتابعين والمختصين في هذا المجال. لهنا رسميا لوزارة التجهيز أعطتنا شنو اللي يلزم يصير في انتظار القنطرة الجديدة اللي مش تكون غدوة ولا بعد غدوة، مشروع على 3-4-5 سنوات يمكن. ماذا سنفعل مدام مخترة نرجع الكوفيد أيضا والانتشار الكبير اللي قاعد نشوفه فيه لحالات العدوى؟ ضرورة أنه القيادة تتحرك، ضرورة أنه نعاود ونسطره بالأحمر لهنا، أنه يكون فما مسيو كوفيد، يكون فما إنسان في القيادة يقود السفينة. نحس أنه السفينة فيهاش قيادة الآن، ونحس أنه خالطين وراء الأزمة، مش عاملين عمليات استباقية وسيناريوهات المحتملة للكل، أنه باش نقلص من انتشار هذه العدوى بالتدخل السريع في التايمينج المناسب بطبيعة الحال. ومش كل عطيه صحة واللي قال الحجر الصحي العام ماهوش خط أحمر، حتى في بعض الحالات نجمو نعملو حجر صحي موجه، نجمو نعملو قصان للسلسلة هذية متاع انتشار العودة. لابد من العمل على هذا في أقرب فرصة، خاصة أنه بعض المناطق ولات في كيما صفاقس وحتى العاصمة لهنا معناها ولات في مشكل كبيرة. 7 صباحا و31 دقيقة هنا في تونس.